هلا ما قالت الشوافة هاد الشي مقدر ومكتوب، هاد الشي مقدر ومكتوب. إذن الآن القطار وصل إلى المحطة الأخيرة، وهاد الشي اللي خدامين فيه منذ قرن وزمارتين، منذ أزيد من سنتين، انتهى بمرسوم. سيتم المصادقة عليه في المجلس الحكومي نهار الخميس، وينشر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة، وغادي يصير سارية المفعول. عرفتوه؟ النظام الأساسي الجديد الخاص برأسين وبهيئتين موظفين تابعين للوزارة وموظفين تابعين الأكاديميات. تنديروا فيديو مباشر وغادي نشرحوا كيفاش هذاك الشيء تاني. يعني الأمور منتهية مسبقا، والتشغيل ب يعني بهذه الطريقة الجديدة المبتكرة، الحلول المبتكرة اللي هو التوظيف الجديد، اللي هو التوظيف في المؤسسة العمومية اللي هي الأكاديمية. إذا المسألة انتهت بإضفاء الصفة فقط لهؤلاء الموظفين مع الأكاديميات، من أطر الأكاديميات إلى موظفين مع الأكاديميات. إذن هنا هذا هو اللي غادي يتسمى مستقبلا تشغيل العمومي، اللي غيكون واحد الرقم مالي، رقم مالي ومقاعد بدل المناصب. كانوا بغاو المناصب عطوهم المقاعد، وانتهى الحلم، وانتهى بتوقيفات مع توقيف الراتب، تقول لك قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، قطعوا لهم الأرزاق ديالهم. والتنسيقيات اللي كان في صراع مع النقابات انتهى بانتصار النقابات، خصوصا الآن نحن على مشارف تنزيل قانون الإضراب، قانون النقابات وتعديل مدونة الشغل، وغيولي داكشي إجراءات صارمة. الإضراب خاص تكون داخل النقابة، والنقابة تكون عندها تمثيلية، ومن بعد اللي بغى يدافع على حقه خاصو ينخرط اجباريا ومشي طواعية في النقابات. اذا تنوصلوا نديروا معكم واحد مباشر. الان اللي خرجوا وحدين تيسموا روسهم ضحايا النظامين ما قبل وتيقلبوا على الطبلة، تيقلبوا على شكون اللي قلب الطبلة. ايوا تنقول لهم سيروا تجمعوا اللمة وتشوفوا اش تما اللي هذيك الساعة قلب على اللي قلب الطابلة. دور 120